بكت، وبكاء هذه الجميلة يجعلها في صدارة المتحدين. عيناها تنظر إلى صورة عشيقها الشهيد، تستذكر مع دموعها ملامح الأيام الجامعية السابقة، وكذا الحال مع شعب تمرس في الرقد تحت الرصاص وتحت نير احتلال الفقد لكل مكنونات الغصة بالتفاصيل. أصحاب القلم والقرطاس أخذوا يفتشون عن حاجتهم في استذكار الشهداء لتمدهم قوة وعزيمة وتحديا للإرهاب. هواية إن طالبات وحدات إنه حبيبها أو خطيبها أو زوجها، بس إحنا ما نقولها لا تضعف. إحنا مفروض عنا يعني على نادي الدواعش، إحنا باقيين ونستمر. يعني شعور كل أم عراقية ضحت بأخ أو شهيد أو زوج أو ابن، فهذا الشعور يعني تكون حزن بداخله، بس بنفس الوقت هو فرح وقوة إلها. احتشدوا هنا في جامعة الإمام الصادق عليه السلام، والقلب شاخص نحو قواطع العمليات العسكرية. هذا ما بدت عليه كلماتهم وما ترنمت به حناجرهم. شفت ميت عدل من شاف دمعات بنية مكشفة وقلها سلامات، شق من جلد غطاها ورجع مات، وعطر الانفجار انقلب عنبر. أن نقوم بالدعم المعنوي إلى أخواننا في ساحات القتال، وإحنا حاليا نمر بأزمة وهي أزمة الموصل. بفضل شبابنا وسواعدهم السمر وإرادتهم القوية الصلبة أصبحت هذه المدينة تتطلع إلى الانعتاق. اسمه باسم طلاب جامعة الإمام جعفر الصادق، اليوم نقيم حفل تأبيني لطلابنا وشهداء الكرادة خاصة. كنا بهذا المهرجان نقب تأبيني، مهرجان تأبيني لأخوان الشهداء، ومن خلال هذا المهرجان حب نوصل سلامنا وافتخارنا للقوات الأمنية والحشد الشعبي، ومن هنا نوصل دعمنا وسادتنا لحشد أبناء الحشد الشعبي في معاركنا الموصل وباقي مناطق العراق. وإذا كان الإرهاب قد أجاد صياغة الحكايات الدموية وصار المستقبل للحواضن الداعشية، فبالمقابل هناك قوة معاكسة تزرع ثقافة التعايش السلمي وتقبل الرأي والرأي الآخر، والانطلاق صوب بناء عراق شامخ مستقل منتصر. وقفوا وقفة شهيد واحد للعراق ولا غير. هكذا بدا الحال داخل الأروقة الجامعية، مشهد عشق صادق بين العراق ومحبيه، وسط أجواء يملأها الضدان، الانتصار والقوة والحزن على شهدائنا الأبرار. علي سالم الفرات من داخل جامعة الصادق ببغداد.